واحد من المتالقين جدا مع حرس الحدود، صاحب كلمة النهاية في مباراة اليوم، صاحب هدف الحسم لصعود حرس الحدود النهاردة، هو الكابتن محمود ممدوح. يا كابتن محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا كابتن، والله شرف ليا ان انا مع حضرتك دلوقتي. ألف مليون مبروك، ويا بختك بهدوء أعصابك انت وانت رايح لانفراد في آخر المباراة، وانا بتفرج بقول شكلها هتضيع، الله يكون في عونه، اكيد متوتر جدا وما شاء الله حطيتها بذكاء شديد جدا وبهدوء شديد جدا. الحمد لله، والله ده كرم من ربنا، الحمد لله ان هو كل مجهودنا بالجون دوت، الحمد لله. يعني لسعب سنة واحنا كان نفسنا ان احنا نريح نفسنا اكتر من كده، بس بقى يعني كرم من ربنا الحمد لله. النهارده المباراه كانت صعبه عليكم، كان في كره حاسمه لفريق سبورتنج كان ممكن تنهي المباراه تماما، اتردد بهدف ليك، احكي لي اللحظات بتاعتك في هذه المباراه كانت عامله ازاي؟ والله يعني انا في الكره دي انا بجد قلبي وقف رجلي، يعني انا ما كنتش متخيل ان تعب السنه كلها ممكن يروح في كره زي دي. يعني الحمد لله ان هي ربنا كرمنا وان هي ضاعت، ده توفيق من عند ربنا، ان احنا ربنا كلم مجهودنا وقدرنا ان احنا بعد الكره دي نركز ونهدى، وربنا كرمنا الهجمه اللي انا جبتها، فالحمد لله. يعني الموسم بالنسبه لكم كان موسم صعب جدا، والكابتن محمد مكي عمل شغل محترم جدا معاكم، انتوا مجموعه لاعبين رائعه جدا يا كابتن محمود. والله الحمد لله، الحمد لله احنا كنا مركزين من اول الدوري ده، يعني مش مكانه حرس الحدود الطبيعيه، مكانه حرس الحدود الطبيعيه وسط الكبار وسط الاهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والحمد لله ربنا اراد ان احنا نرجع يعني 10% من مكان حرس الحدود، وان شاء الله السنه الجايه حرس الحدود هيكون في حته ثانيه. لما ما صعدتش اول وثاني من الاول مباشره للدوري الممتاز، حسيت ان الفرص هتبقى صعبه في دوري الترائي ولا حسيتها فرصه ثانيه؟ خالص، احنا كنا واثقين من نفسنا جدا، وواثقين الجهاز اللي معانا والاداره اللي معانا واللعيبه اللي كانت معانا، كلنا كنا واثقين في بعض ان احنا هنصعد، وربنا هيكافئنا على تعبنا، الحمد لله ربنا كافئنا، والحمد لله ان احنا قدرنا نرجع للدوري الممتاز ثاني. مشهد حلو قوي معتاد، يعني والدتك نازله تحتفل معاك في المباراه النهارده، كان مشهد رائع كده من المشاهد الحلوه في المباراه النهارده. والله يعني هي وشي السعد عليا كل حاجه بصراحه، يعني هي مستقبلاني على طول، حتى الماتشات اللي بره اسكندريه بتكلمني قبل الماتش وتدعي لي هي وبابا وبتاع واخواتي كلهم بصراحه واقفين جنبي، عيلتي دي يعني رقم واحد بالنسبه لي في اي حاجه. وبعدين هي بتشدك وتقول لك ما تتخانقش، بتروح تتخانق ليه برضه يا كابتن محمود؟ نعم، بتشدك تقول لك ما تروحش تتخانق، وانت برضو بتسيب ايديها ورايح تتخانق ليه يا كابتن محمود؟ هتزعل كده، مش هتاكل لما تروح. هي خايفه ان انا اروح اتخانق مع حد، بس انا بقول لها ان دول اصلا اخواتي بره الملعب، ودول اخواتي. يعني دول كان فريق سبورتنج كلهم اخواتي ولهم كل الاحترام والتقدير، وفرقتي اكيد انا مش هتخانق مع حد، انا اصلا مش بتاع مشاكل يا اخي. طيب عايز اسالك سؤال، كان كتير قوي كلام بيتكتب في المواقع والصحافه الايام اللي فاتت ان انت الزمالك مخلص معاك، هل الكلام ده مظبوط؟ والله يا مش مظبوط خالص، هو كان في كلام بس. كلام بس امتى؟ كان كلام في شهر واحد بس، يعني انا كنت مركز مع فريقي، كنت بعيد عن كل الكلام ده وسايب دماغي مع فريقي بس. هل لسه في تواصل بينك وبين نادي الزمالك ولا انتهى التواصل؟ والله مش عارف الكلام ده مع الوكيل بتاعي، ولا انا مش يعني انا ما بحطش دماغي في الحاجات دي خالص. ما خلصنا الموسم، انا بسالك بعد ما تخلص الموسم، ما سالتكش وانت في وسط الموسم. انت دلوقتي خلاص، انت خلصت دلوقتي ما شاء الله، يعني صعدت بحرس الحدود للدوري الممتاز، فرصه ان احنا نسالك على الحاجات دي دلوقتي. والله يعني انا مش عارف حاليا، انا دلوقتي والله مش عارف حاجه خالص. لسه ما عندكش معلومه. عموما اتمنى لك كل التوفيق كابتن محمود ممدوح، نجم فريق حرس الحدود وصاحب هدف الحسم النهارده لصعود فريق حرس الحدود مره اخرى الى الدوري الممتاز.